ابلغ امر فوق ليش راح ليش راح ليش مو من البدايه ما سوى له امر امر فوق فوج الرابع اسمع لك نعم فوجك نعم نعم سيدي فوج اقول لك انا بالعراق الجيش العراقي سيد ما اريد كل شيء وديك راح يعيش العيش هاي قابلين كل شيء ما اقبل انا ما اقبل بروس بغداد بروس بغداد قاعد يجرون بخيمة إلى ساعة يشيل الخيمة ويدبر لهم مكان أمر جنابك سيدي يا أخي أنا وزيرك قل لي عاوني لا تظل تبرر قل لي عاوني عاونك الملازم عوض رضا خلاص قاطع عام السرية الأولى الفوج الرابع لواء النشاط 24 الفرق الأساسي ثاني معاليك كذا بس اسمح لي فوج الرابع اسمح لك نعم فوجك نعم نعم سيدي فوج الرابع اللي هو 24 دول سيدي هذول الفوج اساسا هو انفتاحه هنا أنا. يعني امر فوجه وضباطه ومراتبه كلهم كلهم هنا سيدي واجباتهم حمايه ابراج الطاقه سيدي الكهربائي نعم سيدي هذه الشرطه تراضى عليها شكل ملازم اولاد يعني نعم نعم اخرخنا اخرخنا من جوا امر جنابك سيدي راح ابلغ امر فوجه ليش راح ليش راح ليش مو من البدايه ما سوى له امر فوجه سيدي وين امر فوجك سيدي بمقر الفوج سيدي اخي ومو يمك اسا امر جابك سيدي سيدي عمليات عريبه نسا سيدي فوج الفوج الرابع لواء 24 على مقر اللواء سيدي مقر لواء 23 مو سريتك مو شرايك لا لا سيدي لا مو شرايك سيدي بلغ امر فوجك يجيني لحد الصبح امر جنابك تمام تمام امر جنابك اقول لك احنا بالعراق الجيش العراقي معقوله وين انا كير بلس الله يعينك زيد ما اريد كل شيء وديك كم راح يعيش هالعيش هاي جاش السراء قابلين كل شيء ما اقبل انا ما اقبل وإذا شهر المشاريع ما قدر يسوي له غرفة قابل بعد سنة يبرر لك مالك طبق مالك صبر هذا كل المستودع تعال وراي سيدي هذا مال شهر مال بارح ادور بن ابو ياسين ابو ثاني ابو 23 في 17 هين حياك الله حياك الله سيدي سيدي نعم سيدي نعم 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 علي تفاحة جانا مع سيدي كلها ثلاث سنين دخل اقرب سريع اقرب سريع سيدي عندنا عدنا الاولى سيدي ما تدخل في الراس ولسريع اليسار بس نعم سيدي همي ان سيدي فتح على السماء رئيس عرفة السرية الأولى ناصر مرهو العبيد فوج الثاني لواء 23 فرقة ثالثة سيدي
السريه. ابو السريه انا قفت. تبي صلاح وين؟ سيدي طالع على وجهي. نادي بسرعه يجي. لا خذ هاي كلها مسوي مسوي السريع. أنا أبغى أصب ودي هناك. قدم شهادة سادسة سيدي. حياك الله مرحبا. رمضان كريم. الله يسلمك. عامر فوج هذا عندك تليفونه؟ نعم سيدي. أبو الخيمة؟ نعم سيدي مقدمة محمد. إلى ساعة يشيل الخيمة ويدبر لهم مكان. أمر جنابك سيدي. اعتبرت نفذ. سيدي حتى لو راح اصور بنص بغداد بنص بغداد قاعد يجلون بخيمه. نعم سيدي كرفانات سيدي. ولا كرفانات سجد بخيمه فوج على على المحور بنهايه اثنين وعلى دهوك. نعم. الله وكيلك الفوج يلهث. استحينا نحكي معاه. فوجك بنص بغداد. فوج الاخ روح شوف القذارة بالمطبخ. يلا اقعدوا اقعدوا. فاطرين انتو صايمين؟ تابعتنا يلا تعال. تعال كلكم كلكم تعال. واحد ما يجي يقوم. اقول الجيش العراقي شكل. يعني تريد تقول لي ان هذه الخيمه اللي شفتها انا بسبب الزحف راحت الضابط بدلت المال نزول معلقه. الضابط قال انا ابات هنا لازم اوقف انا ابات هنا. شو بتعيشته؟ يا اخي انا وزيرك قول لي عاوني لا تظل تبرر. سيدي قول لي عاوني عاونك. نعم سيدي محتاجين سيدي احنا الجهد هندسه سيدي محتاجين. والضابط اركض وراي يقول لي امر الفوج ترى سيدي صار له بس شهرين يعني يخاف من نحكي بامر الفوج. ما معقول هذا الكلام ما معقول. انتم تقبلون انا ما اقبل عليكم. المليارات ورايحه.